أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل ذهب إلى جدة وكان الداعي الأساسي لسفره هو التجارة، وكان من عادته إذا وجد وقتا متسعا بعد انتهاء أمور تجارته يذهب للعمرة. إذا أراد العمرة من أين يحرم؟ إذا كان لم ينوي الإحرام إلا في جدة يحرم من المكان الذي هو فيه، يعني قدم وهو لم ينوي العمرة، يصلي لم ينوي العمرة من مجيئه، وإنما جاء لحاجة في جدة أو في غيرها، ثم بدا له أن يحرم بالعمرة يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم.